الكوره اللي بتتلعب اليومين دول كوره تجميع نقاط اكتر منه بقى متعه وحاجات كده، ولا زي ما كابتن وليد قال انت برضو وانت في موقف كويس ممكن اتفرج على كورتك الحلوه، لكن طول ما انت مضغوط ولسه بتحاول تقعد في الدوري او تحقق هدفك ما استناش منك حاجه. دي حقيقه ما فيهاش كلام، ككره حلوه يعني ساعات لازم تشتغل بواقعيه شويه وتنسى الكره الحلوه لحد ما اللعيبه ترجع لها الثقه، وده اللي كابتن عماد انا حاسس اتكلم فيه النهارده، وده الاداء بان. يعني انا الشوط الاولاني مش شايف من الفرقتين خمس ست نقلات على بعض، بعد ما الثقه بالدنيا اختلفت والاهداف دخلت تحس ان الاداء اختلف واللعيبه بقت اكثر هدوءا والتغييرات بانت يعني مردودها. كل الامور دي انا اعتقد بتفرق طبعا، مفيش لعيب كوره هيلعب تحت ضغط شديد 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 بتطلب منه كوره حلوه قوي يعني. بيبقى دايما الحل الواقعي هو الاهم. بس انا عايز اقول ان فريق غزل المحله عنده 20 نقطه، فهو عنده من المخزون اللي يقدر يعني يرجع نفسه تاني. مش اللي هي الهزيمه اللي تكسر النتيجه تبدو تقيله، لكن قلت لك الحقيقه لكن ليها ظروف وبتاع سيناريو مباراه ظروف ماتش طرد حاله طرد بتحصل، بتلعب برده قدام فريق كان النهارده رغبته عاليه جدا وفريق كبير ما انتش برده تخسر مع حد قليل يعني، فريق كبير وعلى ملعبه وفريق يعني متعطش جدا جدا للثلاث نقاط دول. عايز اقول لك ان فريق الاتحاد السكندري كان محتاج الثلاث نقاط، وعماد النحاس كان محتاج الثلاث نقاط دول علشان الكره الحلوه بقى اللي كابتن يتكلم عليها، عشان الكره اللي هي فيها ايه زي ما كابتن بوريش اتكلم، فكره ان انت الضغط بيخليك مش انت خالص مفيش ثقه في زميلك. شفت التنشانه الصوره اللقطه اللي شفناها في كله مشدود، حاسس ان هو اخر فرصه دي، فكل الامور طبعا بتبقى صعبه. لكن المحله شايف ان عنده فرصه كبيره انه يرجع تاني، وهو الحقيقه الفرقه ما اقدرش اقول ان هي يعني اغفل ان هم الفتره اللي فاتت دي كلها كانوا ماشيين بشكل مميز جدا جدا. موسم طيب يعني مش محظوظ بس ان هو قابل الاتحاد النهارده بالظبط كده بالظبط كده في التوقيت، لكن مثلا الاتحاد كان محتاج الماتش اكتر منه بكتير. فريق بقاله 3 ماتشات ما خسرش، خلي بالك فريق المحله بقاله 3 ماتشات ما خسرش. وخلينا نقول ان دايما بيبقى فيه حب وتعاطف من كل جمهور الكوره للانديه الشعبيه اي فرقه ما بتبقاش في حالتها، بتبقى الناس كلها حابه انها تشوفها في حالتها، لانه الانديه الشعبيه هي اصل الكوره في مصر. بعد الفاصل